والله هو نبدا من 2019 اول ما جاء القرار الجهه السياديه ان احنا نعمل ارضيه الملعب عشان خاطر استقبال كاس الامم الافريقيه. الكلام ده اتعمل في 6 شهور، يعني كان جالنا الكلام ده في شهر 1، في شهر 6 كنا مخلصين كل حاجه، عملنا باحدث التقنيه اللي هو حاجه اسمها الفايبر جلاس اللي هي موجوده في جميع ملاعب اوروبا، نفس النوعيه عباره عن هجين بين النجيل الصناعي والنجيل الطبيعي. القصة في الملعب في أرضية الملعب إن إيه المميزات بتاعتها؟ إن الاستريد الملعب تلاقي كله استريد الحمد لله. في موضوع التاكلينج هتلاقي مفيش حاجة، أغلبية أرضيات الملاعب هنا في مصر لما تيجي تعمل تاكلينج بتطلع كتل، تلاقي كتلة طالعة من أرضية الملعب. عندنا هنا في استاد القاهرة مفيش الكلام ده، إن الفايبر جلاس هو ده اللي هو عامل عملية يعني اتزان مع النجيل الطبيعي اللي إحنا زارعينه. وبالنسبه لفتره الصيانه دي يعني احنا شغالين على طول، يعني مفيش، احنا كل يوم عشان عندنا كمان استقبال ماتشات كتير، فاحنا موضوع الصيانه على طول. بس احنا عندنا في فتره الشتاء لازم نزرع حاجه اسمها رايجلاس اللي هو الجازون ده، هو الشتو بس هو اللي بيزرع في شهر في نص 11، ده اللي بيستمر معانا فتره الشتاء. ولذلك تلاقي استاد القاهره في فتره الشتاء الحمد لله وبفضل الله الملعب الوحيد اللي تلاقيه في الخضار بتاعه مستمر معانا لغايه نهايه الموسم. احنا بنجرد الملعب في مكنه بتشيل النجيله اللي انت شايفها دي كلها، بتجيبها على يعتبر زيرو، ونعمل تخريم لأرضية الملعب، وبعد كده هو بيحصل عملية الأسمدة ورعاية النجيلة لغاية ما توصل مع القص مع الأسمدة المستمرة، وفي برضو أسمدة كيماوية وفي عناصر ومغذيات. دي بالنسبة للصيانة الصيفية. بالنسبة بين المباريات طبعا بيخلص المباراة على طول بينزل على طول بنعمل عملية تشفيط للملعب، بعد كده قص، بعد كده مكان التاكلينج لو في حاجة خفيفة خالص بنعمل ايه تسفيف بسيط، ونجهز كل مباراة طبعا زي ما حضرتك شايف للتخطيط لاستقبال اي مباراه. فتره الشتاء النجيله دي بتخش في حاجه اسمها تور سكوم، يعني النجيله دي المواد بتقف خالص، فبذلك بيحصل الملعب بيبقى مصفر بالشكل اللي انت بتشوفه. اما عملنا الكلام ده بنزرع اللي هو قلت حضرتك في نص 11 اللي هو الراجراس ده اللي هو بيلغي الصيفي وبيطلع هو مكان الصيفي، يبقى الشتوي هو اللي موجود بالخضار المستمر. واستاد القاهره الوحيد اللي معمول على مستوى الجمهوريه بنفس التقنيه دي. يعني لو انت مستمر في ان انت تعمل المجهود والصيانه الصحيحه بتاعته اللي انا قلت لها حضرتك، موضوع القص الاسمات في ميعاد، ولو في اصابه مثلا حشريه في اصابه فطريه لازم نوالي الكلام ده، يبقى الواحد عينه على النجيل، لان النجيل ده هو يعني سبحان الله يعني زي يعتبر زي الانسان بيمرض ويتعب ويعطش، يعني نفس لازم يبقى الواحد عينه يوميا، واي مهندس لازم يبقى موجود يوميا بيشوف القصه دي. هي بالنسبه للملعب اي مشكله لازم يداويها قبل المباراه على طول، بتاخد في رشه ميه، بتبقى اغلبيه الفرق دلوقتي بتحب الملعب يبقى فيه ميه عشان طبعا دي بتسهل سرعه الكوره. الحاجه الثانيه اللي برضو بيحبها جميع اللاعبين اللي هو منسوب الملعب. منسوب الملعب عندنا الحمد لله يعني 1.5 ما بيزيدش مثلا، ممكن 2.25، وده يعتبر احسن منسوب للاعبين، لان كل ما يكون المنسوب عالي كل ما بيسبب اجهاد للعضله الخلفيه للاعبين، احنا متزنين في الكلام ده. بين الشوطين بقى بيبقى في مثلا زي ما قلت حضرتك مكان تاكلينج شديد، مكان حاجه عايزه تتظبط شويه تسفيف بسيط، نجيله نزلت ترفعها، دي اللي بين الشوطين. وبرده في برده بين الشوطين بندي رشه ميه عشان خاطر الشوط الثاني، عشان خاطر برده ارضيه الملعب تبقى مرنه بالنسبه للاعبين. والله هو الحل الوحيد اللي هو ان انت عشان خاطر بس ما عاملينش التقنيه بتاعتنا دي، هي ان فتره الشتاء بيلجا لحاجه اسمها الغطاء اللي هو المشمع بيغطي بيه ارضيه الملعب، وده عشان يعمل عمليه تدفئه للنجيله ويظهر باللون الخضر. فتره الشتاء لازم التسميد، وخصوصا اللي هو السوبر فوسفات ده بيعمل عمليه تدفئه للتربه. وبرده يبقى في دايما بتزيد في فتره الشتاء الاصابه الفطريه، فلازم برضو معالجة الكلام ده هو باستمرار، وزي ما قلت لحضرتك لازم يبقى المهندس عينه موجودة على طول يوميا في أرضية الملعب لو في أي إصابة. سبحان الله النجيلة زي ما